في بعض المناطق، منطقة سوس مس درعا نموذجا. هناك أتلفت موجة البرد 80% من مغروسات فلاحي ولاية تيمة. روبرتاج صديق بن زينة ورشيد لطفي. اضطر صاحب هذه الاستغلالية الفلاحية إلى إطلاق قطيع الأغنام في ضيعة أضاع الصقيع مغروساتها من الخضر. 16 هكتارا أحرقتها موجة البرد التي تشهدها منطقة تارودانت، وخسائر هذا الفلاح يقدرها بنحو 500 ألف درهم، هي عبارة عن قروض استثمارية في الإنتاج الفلاحي. حتى لقت كل شيء محروقة، يا قرعه يا دنجال يا كل شيء. نهار الحد كانت القضية غادية بخير وعلى خير، وهذا الشيء عندنا فيه ديون، لا من الحارت ولا موالي لا نقري ولا من كل شيء. هذا الشيء عليه ديون كثير، هذا 4 قطار و11 قطار ديال القرعه مقيمه ب 52 مليون. هي كل شيء على كريدي دروك. جينا نهار الحد بغينا نخدموا، لقينا ما كان فاش نخدموا، كارثه جابها الله تعالى من عنده. جينا تي لهنا قال لنا مول الفلاحه صافي الله يعاوننا ويعاونكم، راه ما كان فاش نخدموا شيء. هذا الشيء رحنا ضرينا. موجة الصقيع التي تشهدها المنطقة والتي تنزل خلالها درجة الحرارة أحيانا إلى 3 درجات تحت الصفر أتلفت مغروسات الخضر والفواكه داخل وخارج البيوت المغطاة. المصالح المعنية بالقطاع الفلاحي بالمنطقة تتحدث عن تضرر ما يناهز 80% من المغروسات الفلاحية بالمنطقة. الأكثرية 80% في الفلاحة مشات ضرت، كاينة كارثة، وهذه الكارثة فات سبقت سنين أخرى. ولهذا اللي كنطلبوا حنا اليوم من الحكومة الجديدة ومن المغرب الجديد ومن الدستور التعاون ديال هذه الفلاحة. هذه الفلاحة كتشوفهم الأكثرية ديالهم كل شيء من الشباب، والشباب الصالح. وفي انتظار أن يتحقق هذا المطلب يتوقع مهني القطاع الفلاحي بالمنطقة التي تنتج أكثر من 70% من الخضر والفواكه على المستوى الوطني أن تؤثر هذه الخسائر على وضعية تموين الأسواق الوطنية، الشيء الذي سيساهم في التهاب الأسعار بهذه الأسواق.